يا ترى مرت عليكي 2013 ازاي؟ لو احنا بنتكلم يا استاذ معتز على الصحفيين كلهم بوجه عام، عام 2013 هو اكتر عام يعني عمل في دراسه عملتها منظمه اللي هي منظمه حمايه الصحفيين بنيويورك، اثبتت ان السنه دي كانت هي الاصعب والأسوأ على الصحفيين، وبالتالي العام ده فعلا كان الاصعب علينا كلنا من حيث التحديات. انا عن نفسي تحديات على المستويين، على المستوى العام والمهني وعلى المستوى الشخصي، الاثنين كانوا فيهم تحديات، بس اعتقد ان هي كان فيها احداث مؤلمه كتير، بس اعتقد ان كمهنيا وكشغلنا التحديات اللي احنا حطيناها اثقلتنا كتير قوي يعني. والتحدي الشخصي وجود ادم صح في حياتك، لان رضوى لمن لا يعلم جابت آدم، يعني هي تعتبر دلوقتي أم صحيح. آدم طيب ألف ألف مبروك ويا رب يخليه لكم ويتربى في عزكم.